السلام عليكم. بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم هي الجروب A، المحاضرة السادسة، الجزء الثاني من جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت. البرزنتيشن والصوت والفيديو واضحات؟ واضحات دكتور، واضحات. جيد. بالمحاضرة السابقة أخذنا جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت اللي هو كان تطبيق من تطبيقات محاضرة من المحاضرات السابقة. شنو كان جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت؟ تطبيق من يا نوع من الأجهزة؟ من يتذكر؟ جراحة كهربائية دكتور. هو الجراحة الكهربائية، بس هو جزء من أجهزة الداياثيرمي. الداياثيرمي قلنا لها 3 تطبيقات. من يتذكر تطبيقات الداياثيرمي؟ من يذكر تطبيقات الدايثيرمي؟ أحمد قحطان؟ أحمد قحطان، شو تطبيقات الدايثيرمي كانت؟ أجهزة الدايثيرمي. لا يا أستاذ، أي شنو نعم. صار؟ شرحنا بالمحاضرات السابقة عن أجهزة الدايثيرمي، وقلنا الدايثيرمي كمصطلح عام ب3 تطبيقات أساسية. شنو هي كانت؟ أستاذ ما أتذكرين. ليش أحمد؟ أستاذ يعني أنت حضرت المحاضرات السابقة؟ لا ديش محاضرة ما حضرتها قبلها؟ قبلها، يمكن حضرتها. الموبايل كان عصامت وبس حضور لو شنو؟ لا لا الله شاهد حاضر. زين، من حضرت كنت يعني مركز لو جاتك في مشكلة معينة؟ والله سلمان، لا لا وياك استاذ ركز. أشكرك أحمد. زهراء علي فاضل، زهراء حسن، حسن أسعد، زهراء علي فاضل. زهراء علي فاضل، حاولي تجاوبين، إذا ما جاوبت راح أعطيك ماينس 1. زهراء علي فاضل ماينس 1. حسن أسعد، طلاب الصوت واضح؟ أكو طالب ده يقول الصوت ما موجود. حسن، حسن أسعد، حسن أسعد ماينس 1. جعفر ضياء، جعفر ضياء، نعم دكتور. أي جعفر. جعفر، حكينا بالمحاضرات السابقة عن الداياثيرمي وتطبيقاتها، كانت 3 تطبيقات أساسية بالداياثيرمي، شنو هي؟ والله دكتور ما أتذكرها. أشكرك جعفر. زينة، زينة أعتقد رافعة إيديها، 66. نعم دكتور. أي زينة. أستاذ الشورت ويف والمايكرويف هذني. هاي أجهزة الدايثيرمي، بس تطبيقاتها كأبليكيشن للدايثيرمي. سمات، سمات رافعة أيديها أعتقد. نعم دكتور، اللي بالحرارة العالية العادية علاج طبيعي، وبالحرارة العالية قتل الخلايا السرطانية، وبتركيز التيار الإلكتروني هو الإي إس واي، يب، اي اس يو، يعني الكترو سيرجيكال يونت. شكرا تنشط جزيلا، بالعمليات الجراحية. شكرا جزيلا. التطبيقات، شكرا للي رافعين اليوم. تطبيقات 3 اساسيه بالدايثيرمي، قلنا
كعلاج طبيعي، أجهزة علاج طبيعي بالحرارة الواطئة، أجهزة علاج بالإشعاع للخلايا السرطانية بالحرارة العالية، وكمشرط جراحي بالتركيز التيار. بس أصلاً هي الدايثيرمي شلون كنا نولدها؟ شنو فكرة الدايثيرمي كانت؟ من يعرف شنو كانت فكرة الدايثيرمي أو جهاز الدايثيرمي أو أجهزة الدايثيرمي، مبدأ عمل أجهزة الدايثيرمي؟ أي أحمد مقدار فحطان؟ فقدان تيار كهربائي. أستاذ لتوقيف النزيف. إيقاف النزيف، أوكي، هي هاي يعني جزء من تطبيقاتها. رقم 63، إيش كنت تقولين؟ استخدام تيار كهربائي عالي التردد لتحديد توليد الحرارة. شكرا جزيلا، شنو اسمك؟ زينب الحمراء علي. زينب، شكرا لك. الفكرة من أجهزة الدايثيرمي إنه إحنا نطبق تيار بتردد كلش عالي على أجزاء محددة من الجسم، أما نولد حرارة داخلية أو نولد حرارة عالية بمكان معين، أو نقطع الخلايا ونخثرها بمكان آخر. فكل الفكرة من الموضوع إن إحنا نولد تيار بتردد عالي. فكرة الدايثيرمي بدأت بال 1890، قلنا لكم إن كانوا دي يجربون بالترددات العالية شنو يصير بجسم الإنسان. العالم تسلا من ذاك الوقت بدأوا يحاولون يخترعون أجهزة تسوي لنا التيارات بتردد عالي. نفس الفكرة مال إنه نسوي تيار بتردد عالي، نفسها استخدموها بنقل الإشارات. يعني هسه أنتو عندكم الموبايل، عندكم الواي فاي، عندكم شبكات اللاسلكي، كلها راح تعتمد بعد نفس المبدأ انه احنا دا ننقل موجة كهرومغناطيسية بتردد جدا عالي. الأجهزة الحديثة اللي هي الواي فاي وغيرها تردد عالي بس طاقة باور كلش قليلة. بالدايثيرمي احنا دا ننقل تردد عالي بطاقة عالية، فدا نسبب نولد هاي الحرارة. دكتور ف نعم دكتور ممكن أطلع؟ عندي صار ظرف. ايوه اوكي تفضلي. إيه بس تكتبني حضور لو الحضور مسجل خلاص. الكترونيا، عايز اشتغلت الاضافة. تسلم. الطلاب بس اللي يريد يطلع من المحاضرة المرة الجاية يعني خلي يطلع رأسا بدون استئذان حتى لا نتقاطع. شكرا، نرجع. فالأجهزة اللي كانت نستعملها بنقل الإشارة هي نفسها نقدر نستعملها بتوليد الحرارة أو الدايثيرمي بداخل جسم الإنسان، بس يحتاج لنا طاقات أعلى. فمحاضرتنا اليوم راح تشرح عن الدائرة الكهربائية اللي نحتاجها حتى نولد هاي التردد. إذا نجي شوية نراجع الإلكترو سيرجيكال يونت، قلنا إنه هو يطبق حرارة جدا عالية، تركيز تيار جدا عالي على منطقة صغيرة، كثافة التيار راح تكون عندنا عالية. أكو من عنده مودين من التشغيل، المود الأول المونوبولر والمود الثاني البايبولر. من يتذكر المونوبولر شنو كان؟ المونوبولر دكتور هو أحادي القطب. أحادي القطب، مضبوط. بس شنو كان؟ يعني من شنو يتكون؟ دكتور باستكمال حسن دائرة أسعد رفعت كهربائية. إيدك. إي باستكمال دائرة كهربائية. صحيح، هو نكمل بدائرة كهربائية، بس من إيش كان يتكون؟ يعني تردد عالي دكتور. مكبر إي الصوت والبيجنت بليت اللي هي لوحة المريض. نعم صحيح، نعم، يعني من خلال الكيبل مال التوصيل دكتور والأخطاب. شكرا حسن. العفو دكتور. حسن راح اعتقد قبل شوي اعطيتك ماينس 1 لو لا اي مو دكتور، النت ضعيف يمي. ايه هسه رجعت للصفر حسن. تمام. المونوبولار والبايبولار الفكره كلها من عندهن انه احنا نريد نكمل دائره كهربائيه جسم الانسان يكون جزء من عندها.
بحالة المونوبولر احنا عندنا المولد يولد لنا التيار بتردد عالي، وبعدها وايرات وعلى قطب او الكترود، هذا الالكترود راح تركيزه كلش عالي، التيار بيه راح يمرر التيار من خلال جسم الانسان، يتوزع التيار يروح الى ريتيرن الكترود او البيشنت الكترود اللي هو عبارة عن لوح كبير نسبيا حتى يشتت لنا التيار، كثافته تصير اقل، ويرجع للجهاز وتكمل الدائره. زين بحاله الباي بولر من يتذكر دكتور؟ هذا ثنائي القطب دكتور. اي هذا يكون الكترونيك على شكل ملقط او مقص، يعني ملقط دكتور، يكون يمر التيار يعني حتى من الطرف الاول. المصطلح يكون واضح، مو الالكترونيك، يكون الالكترود. الالكترود على شكل معناته ملقط قطب، صح؟ ملقط. اي دكتور، يمر التيار من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، عاشت والدور إليك. يمر عبر النسيج المريض، نعم، وبهاي الطريقة ويستخدم في العمليات الجراحية. شكرا جزيلا. هاي بلس وان. الباي بولر الدائرة تكمل من طرف إلى آخر عبر نسيج محدد، الالكترودين يكونن متقاربات جدا، فالتيار يمر بيناتهن بمساحة جدا ضيقة من النسيج، فنقلل من التأثيرات الجانبية للتيار. هذا بالنسبة للمونوبولر. البايبولر شرحنا أشكالهن، شرحنا الديسبيرسيف الكترود أو الريتيرن الكترود شلون شكله، شرحنا كثافة التيار، وشرحنا الـ ESU waveform. من يذكر شنو الموجات، شكل الموجات اللي كانت تولد لنا عمليات القطع والتخثير والقطع المخلوط اللي هو قطع وتخثير بنفس الوقت؟ دكتور، موجات جيبية. موجات جيبية. أكو غيرك؟ خلينا نشوف الممثل البطل مرتضى. نعم دكتور. أي مرتضى، شنو كانت شكل الموجات اللي نستخدمها بعمليات القطع والتخثير والقطع المخلوط؟ مصطلحين بسيطات بس تذكرهن. العالية اللي حرارتها تزيد عن 100، هذه للقطع شلون اللي جري يصير. نعم. أو الثاني الجيبية يعني أقل من عدها، أقل من عدها درجة الحرارة تصير. نعم. هو رقم 3 ذكر انه الموجات اثنيناتهن جيبية. حسن اسعد رافع ايدك لو هاي من ذيك الساعة. لا دكتور، هاي باقية من الساعة. باقي. جيد. جعفر عقيل رقم 63 يقول موجات مستمرة. 63 موجات مستمرة بأي حالة؟ دكتور بحالة القطع. حالة القطع. زينب بحالة التخثير. زينب الحوراء أعتقد اسمك. نعم ممكن. أي وبحالة التخثير زينب؟ ما في دكتور، بس القطع موجات مستمرة. شكرا جزيلا. بعد من يتذكر هسه زينب قالت موجة القطع هي موجة مستمرة، وموجة التخثير شنو كانت؟ اي اي سمعت. رفعت ايدك. 72. نعم دكتور، موجة متقطعة. موجة متقطعة في حالة التخثير. الموجة المتقطعة فكرتها كانت انه احنا نعطي حرارة عالية وبعدين نوقف عمل الجهاز لفترة، ونرد نعطي حرارة عالية ونرد نوقف الجهاز. هذا الشيء راح يخلي لنا الحرارة متوسطة، راح يخلي لنا الحرارة متوسطة، بينما الموجة المستمرة حرارتها جدا عالية، فتسبب لنا تبخير وتجفيف وحرق وتفحيم للمنطقة. فهاي اشكال الموجات، شرحناها انه الموجة المستمرة بوقتها للقطع، الموجة المتقطعة للتخثير، الموجات المختلطة ما بين القطع والتخثير نستعملها يسموها بليند بالخلط. اليوم عندنا الالكتروس سيرجيكال يونت سيركت، ذكرنا في ملاحظة بالمحاضرات السابقة انه
عندنا الاجهزه اللي حاليا موجوده عندنا بالمختبر ده تستعمل في شيء اسمه فاكيوم تيوب. فمن يتذكر ليش قلنا الفاكيوم تيوب ده نستعمله لحد الان؟ ليش الفاكيوم تيوب لحد الان؟ هاي الملاحظه ذكرتها وشرحتها بالمحاضره السابقه، شرحت انه ليش لحد الان ده نستخدم الفاكيوم تيوب بالدايثيرمي. اكو احد يتذكرها؟ جيد، ما اعتقد اكو احد يتذكرها. دكتور قصدك على اللزقة، دكتور قصدك على اللزقة اللي لا لا يستخدم لا لا المريض حتى ما يشتت اللزقه، الجهاز الجهاز. اللزقه هذا اسمها ديسبيرسيف الكترود او بيشنت ريتيرن الكترود. لا احنا بدنا نحكي على مكون من مكونات الجهاز يولد لنا تردد عالي، كان هو شيء اسمه فاكيوم تيوب اللي هو الصمام المفرغ او اللمبه، شرحناها قلنا اللمبه والاجهزه القديمه والراديوات بها لمبات والى اخره. أستاذ، تستخدم لتضخيم الإشارة أو الموجة؟ نعم تستخدم لتضخيم الإشارة والموجة، شكرا لك. زينة زينة بلس وان، زينة شكرا. اليوم راح نجي نشرح عن الأجهزة الكلش قديمة ما قبل السبارك بلاك. نعم شكله هذا الفاكوم تيوب يعني يبلغ قطره تقريبا 3 سنتيمترات وطوله 7 سنتيم، أي. وشكله شلون يكافئ الدايود ما يكافئ الترانزستور نعم عمله، صحيح صحيح. يحتاج الى 200 فولت تقريبا من التيار المستمر حتى يشتغل. يعني هو يحتاج أكثر، شكرا مرتضى. في بعض الأحيان يحتاج أكثر. جيد، اليوم عندنا فد شيء اسمه سبارك جاب سيركت. ما قبل اختراع كل ذن الأمور اخترعوا فد شيء اسمه سبارك جاب. السبارك جاب نتجت عن فكرة من أفكار تسلا، العالم تسلا كان دا يريد ينقل التيار لاسلكيا، يعني فكرة الشحن اللاسلكي أو فكرة نقل الكهرباء لاسلكيا فكرة جدا قديمة. كان دا يريد ينقل التيار لاسلكيا، سوى فد جهاز معين، دائرة رنين وكويل كبير نسبيا وسبارك جاب. السبارك جاب هي عبارة عن قطبين موصلين للكهرباء بيناتهم فراغ، هذا الفراغ هو هواء. من تزداد الفولتية على طرفي هذا القطبين راح يوصل مرحلة الفولتية تأين الهواء اللي بين الفراغ اللي بين الهواء، هو مو فراغ، الهواء اللي بين القطبين. هذا التأين راح يخلي لنا الهواء يكون موصل للكهرباء، فتنتقل النبضة الكهربائية من الطرف الأول إلى الطرف الثاني. السبارجاب سابقا كانوا يستعملوه بنقل الإشارات الموجات، كانوا يستعملوه في شيء اسمه التلغراف. من يعرف شنو التلغراف؟ مو التليجرام اللي هو ما حد شافه. التليجراف وسيلة من وسائل التواصل القديمة، دكتور هو أداة لاسلكية. صحيح، وجهاز لاسلكي كان يستعمل لنقل المعلومات البسيطة من دكتور مكان إلى لنقل آخر. الموجات مع المعلومات البسيطة. هو أول، شكرا لك، هو أول شكل من أشكال التواصل اللاسلكي. هذا اكتشفوه بالصدفة، من شافوا انه اذا يولدون تيار ضمن سبارك جاب، شافوا انه اكو دوائر كهربائية بعيدة عن هاي الدائرة دا تتأثر دا تتغير دا يصير بها فد مشكلة معينة، فاكتشفوا انه السبارك جاب دا تولد تردد عالي. دوائر السبارك جاب دا تولد تردد عالي، وهذا التردد العالي دا ينتقل لاسلكيا الى الدوائر المحيطه، الدوائر الكهربائيه المحيطه. من عندها اكتشفوا فكره ممكن يرسل النصوص. هو سابقا يرسلون مورس كود لانه هو شويه ما يقدر يرسل نص بشكل كافي، تردداته ضعيفه. هي.
اكتشفوا انه بالترددات هاي العاليه من دائره السبار جاب التيار ده ينتقل لاسلكيا الى دوائر ثانيه الى اخره. نفس هاي الفكره استعملها تسلا انه ينقل التيار هذا اللي لاسلكي الى محول او كويل ثاني ويسحب التيار على شكل اتصال لاسلكي بدون وايرات ينقل الكهرباء. استعملوا هذا المبدا بالدايثيرمي سابقا، فكانوا يجيبون دائرة سبارك جاب محاث متسعة سبارك تولد تيار بتردد عالي، طبعا تردد عالي بالنسبة لذاك الوقت، ويخلون أنتنة أو إلكترود، وهذا الإلكترود راح ينقل لنا التيار اللي بتردد عالي نفس فكرة الدايثيرمي. فخلي نشوف شكل السبارك جاب دايثيرمي قبل أن نبدأ نشرح عن الدائرة مالته. هاي أشكال سبارك جاب دايثيرمي. سبارك جاب دايثيرمي طريقة جدا قديمة لتوليد التيار اللي بتردد عالي، تقريبا هذا شكلها من تشتغل. ذني عبارة عن قطبين بيناتهم هواء وبفولتية عالية راح يتأين الهواء يمر التيار إلى آخره، تصير شرارة كهربائية أو قوس كهربائي بالحقيقة، ومن عندها راح تكمل الدائرة ونخرج أنتنة يروح للبيشنت حتى يسوي لنا عملية قطع تخثير بحرارة إلى آخره. فنشوفون من نكتب سبارك جاب دايثيرمي تطلع لنا الإلكترو سيرجيكال يونت وياها، لأن من أول تطبيقات السبارك جاب سيركت هي كانت بالقطع والتخثير. هذا هاي يعني فكرة توليد السبارك جاب، انه عندنا هنا قطب كهربائي موصل للكهرباء، قطب ثاني موصل للكهرباء ايضا، الفولتية بيناتهم جدا عالية لدرجة انه تكسر حاجز مقاومة الهواء، تأين الهواء تمر يمر قوس كهربائي من طرف الى اخر، ينتقل الإشارة لاسلكياً. دكتور هاي الإشارات يعني مغايرة يعني نعم واحدة موجبة واحدة سالبة لو نفس الإشارة موجبة؟ لا لا لا، هي الكترو ماجنتيك ويف، ترى هي يعني سالب موجب، هي الكترو ماجنتيك ويف سينوسويدال ويف كهربائية مغناطيسية نفس يعني اي موجة الكتروماغنتيك، يعني اللي تخرج من هذا الجهاز هي موجة الكتروماغنتيك حالها حال الموجة اللي تخرج من الواي فاي، حالها حال الموجة اللي تخرج من الدايثيرمي حتى تسخن لك المنطقة، حالها حال الموجة اللي تخرج من الالكتروسيرجيكال يونت اللي تقطع لك المنطقة. تمام. ففكرتها جدا بسيطة، السبارك جاب ترانسميتر او السبارك جاب دايثيرمي بنفس الفكره، عندنا طبعا هنا مصدر فولتيه دي سي، محثه متسعه حتى نسوي دائره رنين، وسبارك اللي هي سبارك جاب، وراح ينتقل لنا هذا طبعا السبارك جاب راح ينتقل لنا التيار المتناوب، راح ينتقل من محث الى اخر، من محث الى اخر راح يشحن لنا المتسعات، والمتسعات تفرغ بالسبارك وراح تتولد لنا هنا تيار بتردد عالي ينتقل لنا لاسلكيا الى مستلم. هنا عندنا مستلم في حاله احنا بدنا نستعمله كراديو، او عندنا جسم انسان في حاله بدنا نستعمله ك دايثيرمي. هذا السبارك جاب، نرجع شويه على المحاضره. طبعا هذا الشيء توقف بعد ما حد يستخدمه نهائيا، الموضوع صار قديم جدا وانتهى فيلمه. من تطبيقات السبارك جاب لحد الان موجوده هي البلاك مال السياره. البلاك مال السياره، منو شايف البلاك مال السياره؟ انا. هذا سبارك جاب الكناريه على الكويل. لا كان لونه ابيض صغير مو يا شباب، البلاك هذا البلاكي مال الناريه. انا شايفه دكتور،
هذا هنا بنفس الفكرة، عندنا موصل للكهرباء هنا وعندنا موصل ثاني وبينات فراغ هوائي، راح يصير عندنا تأين فولتية طبعا عالية تطلع من المجول احنا جماعتنا نسموه او الديلكو، فولتية عالية تطلع تمر على هذا، راح يتأين الهواء بيناتهم يصير شرارة كهربائية من طرف الى اخر. هاي الشرارة بالرغم من ان هي دا تنتقل بين موصلين، بس هي دا تطينا تيار بتردد عالي ينتقل لاسلكيا. تأثير هذا الشيء نقدر نشوفه واضح باللمبات الفلوريسنت، الضوء مال البيت. أحد شايف تأثير ضوء البيت على الدوائر الكهربائية؟ أحد منتبه على هالشيء؟ تيار الضوء الفلوريسنت هذا تذكروه؟ أغلبها هسه حولت على LED، فهذا الضوء سابقا يعني كان موجود بكثرة قبل LED. هذا الضوء هو أيضا تطبيق من تطبيقات السبارجاب. احنا عندنا قطب منا قطب منا، يتأين الغاز النيون اللي موجود بداخل الضوء، طبعا هو يمر بعدين تيار يشتغل هذا الضوء يتوهج النيون ويعطينا هاي الإضاءة اللي احنا نشوفها. بس شايفين من يشتغل وإذا تقرب عليه فد راديو، إذا خاصة نهاية عمره، إذا تقرب عليه فد دائرة كهربائية راح تشوف أكو ضوضاء، أكو نويز يطلع من هذا الضوء يمر بالدائرة مالتك. أحد بنتبه على هالشيء؟ نعم دكتور. وحتى أي وين مرتبط يعني هذا الراديو الإشارة من تلزمه تقوم بها وش؟ نعم حتى هذا مال الاشاره، هذا الاريا من تقربه مال الراديو القديم يم الاناره يصير وشه، وحتى من الراديو القديم حتى اول ما تشغل النيون تسمع تك 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 النبضات مال السبارك بلاك ده تشتغل. فهذا جزء من انتقال التيار بتردد عالي الى الراديو مالتك بمجرد انه احنا شغلنا الضوء. خلينا نشير المحاضرة نرجع عليها قبل شوية، هاي النهاية جافة فدا أحاول أشرح لكم قبل أن نبدأ بالمحاضرة. سبار جاب سيركت، the first electrosurgical instrument used spar gap. أول استخدام أو أول الكتروسيرجيكال يونت تصممت استعملت السبارجاب، موجودة بالفيجر 4 راح يشرح لنا مبدأ عملها. الفكرة من عندها انه اكو هاي فولتج ترانسفورمر محولة بفولتية عالية، وعندنا سبارك جاب الكتريك سبارجاب. شفناها هسه السبارجاب شلون صاير شكلها، مجرد قطعتين حديد وبيناتهم فراغ، وعندنا دائرة رنين C1L1 دائرة تسوي لنا رنين كهربائي. الترانسفورمر راح تزيد الفولتية من 220 إلى 3000 أو 4000 فولت. ليش نزيد الفولتية؟ لأنه حتى نكسر الحاجز اللي هو الهواء. كل ما نزيد الفولتية نقدر ننقل التيار من جهة إلى أخرى بالرغم من وجود الهواء. الهواء قلنا عازل، الهواء هو عازل حراري وعازل كهربائي طبعا بنفس الوقت، بس بالفولتيات العالية ينكسر هذا العازل ويتأين ويمر التيار بسهولة بيناتهم. فإحنا هذا الفولتية اللي نستعملها able to ionize the air، قادرة على تأيين الهواء الموجود بالجاب بالفراغ ما بين القطبين. القطبين طبعا يصنعوها من التنغستن، يصنعوها من التنغستن لأنه الفولتية عالية المواد تنهرش أو تذوب بهيك فولتيات. التنغستن لا يتحمل حرارة عالية، يتحمل فولتية عالية. هذا الشيء نشوفه بالبلاك مال السيارة السبارك بلاكس، بعد فترة نشوفه يذوب يعني ينهرش احنا نسميه، فيحتاج يتبدل. نفس الفكرة يصنعون من التنغستن على مود يتحمل لفترة أطول. دكتور أسلاك الضغط العالي كذلك يصير بها الفولتية العالية، أي هذا الأصوات العالية تطلع من عدها هذا
هذا يعني ما اعرف سببه، لانه هاي جماعه الباور، جماعه الترانسفورم الهاي فولتج، هاي صراحه ما اعرفها، ما اقدر احكي بها اي او لا. هاي من اختصاص جماعه الباور الهاي فولتج، بالنسبه لي انا ما اقدر اعطي اي راي بها. اذا انت تعرف على المعلومه نعم، كذلك هو سببها زياده الفولت هي اللي يصير هذا. نعم المحاذيك عين الهواء نفس الطريقه هذه. نعم نعم نعم، هو اهم سبب يعني. هم مثل اهم سبب انت شايف اذا تمر بسيارتك براديو من جوا الخط السريع، من عفوا من جوا خطوط النقل مال الكهرباء، ايضا الراديو مالتك يتشوش، تصير بي وش تصير بي جذب هي حتى يعني بعد 3 امتار. نعم على الاقل يعني، حتى يصير جذب، من يصير جذب قوي كلش يعني متر يصير بها تسحب. نعم. حتى الإشارة من تقربها من الراديو صح تصير وشة قوية. صحيح، شكرا شكرا مرتضى على هالإضافة. When the gap start to spark، لما الجاب السبار جاب تبدي تسوي لنا هاي الشحنة، الشحنات او النبضات من الكهرباء تنتج لنا قوس كهربائي الكتريك ارك باي الترناتيك باترن، يعني بنمط متناوب، يطفى ويشتغل يطفى ويشتغل. It will produce currents which radio with radio frequency، راح تنتج لنا هاي السبار جاب من تبدي تشتغل وتطفى بسرعة عالية، راح تنتج لنا تيار بتردد راديوي يعني بتردد عالي، يبدي يتناوب ما بين دائرة C1L1 اللي هي دائرة الرنين، هاي الدائرة مرتبطة مع coupled يعني مع دائرة L1L2 بالحث اللي شفناها احنا بالصورة هاي قبلها. شفتوا انه شلون عندنا الدائرة عبارة عن محاث متسعة spark gap وبطارية، تنتقل لنا الفولتية عالية إلى دائرة ثانية متكونة من L1 L2 وسبارك بالحث، ومن عندها راح ينتج لنا هذا التيار العالي، تيار بتردد عالي. The output energy، الطاقة الخارجة من هاي الدائرة going to the patient can be control its intensity through taking different level of energy إلى آخره. هاي الطاقة اللي دا تطلع تروح للpatient نقدر نتحكم بيها، فنقدر نقللها نزيدها إلى آخره عن طريق different level of energy، عن طريق levelات متغيرة أو levelات متعددة من الطاقة تروح من L2 اللي هو المحث الثاني through switch S2 اللي هو السويتش on off يصير، which is connect with the active electrode، يطلع لنا هذا الشيء او التيار او الموجه تطلع لنا على active electrode. الactive electrode شفناه بالفيديوهات كان لونه اصفر. depending on the type، هنا انتهت ذيك الجمله، بالاعتماد على نوع وتصميم الجهاز الباور اللي يخرج لنا تقريبا من 25 واط الى شويه مئات الواطات، يعني ما يعبر ال 200 واط مثلا، few hundred watts. عندنا الكويلات RF1 RF2 تستعمل للحمايه، تمنع لنا التيار انه يرجع لنا الى الدائره الكهربائيه نفسها. بس خلينا نجي نشوف هنا بسرعه، عندنا هنا AC main، هذا راح يعطينا تيار متناوب AC 220 فولت 50 هرتز، هذا راح ينتقل لنا الى محوله هاي فولتج ترانسفورمر، هاي الهاي فولتج ترانسفورمر راح تطلع لنا 2000 اوب الفين الى 3000 فولت. هاي الهاي فولتج ترانسفورمر عندنا RF1 RF2، ذني تستعمل للحماية، تمنع ان التيار بالتردد العالي
يرجع الى الدائره سبارك جاب اللي هي حتولد لنا التيار ابو التردد عالي، L1 C1 سيركت اللي حتسوي لنا دائره رنين، ينتقل لنا من L1 ان كابلد، هاي قلنا معنى كلمه كابلد انه هي ترتبط بدائره ثانيه بها محث ثاني متسعه طبعا، ويخرج لنا الى البيشنت، يخرج لنا من عندها الى البيشنت. كل وحده كل اوتبوت من ذن الاوتبوتات الى ليفل طاقه معين، كل واحد من عندهن الى ليفل طاقه معين، هاي دائره السبارك جاب سيركت. In some instruments the capacitor is used parallel with the secondary coil of the transformer. These generators are used in cauterization and coagulation. إلى آخره. في بعض الأحيان الكاباسيتر نسيت اسمها، هاي الكاباسيتر تربط بالتوازي مع هذا المحث في بعض التصاميم. هذا these generators هاي المولدات تستعمل بالcauterization بالقطع and coagulation بالتخثير حتى توقف لنا النسيج النزيف من الأنسجة. Most of these instruments exist in two mode, cut and coagulation. أغلب هاي الأجهزة موجودة حالياً تقطع وتخثر تقدر بنفس الوقت. ونستعمل وياها foot switch أو foot selector switch. نختار من عندها قطع تخثير أو مثل ما شفنا بالفيديوهات السابقة نقدر نختار قطع أو تخثير من الشاشة. موجة القطع هي pure sinusoidal مستمرة. هاي ذكرناها سابقا، موجة القطع هي موجة مستمرة sinusoidal، بينما موجة التخثير هي موجة damped oscillation، موجة متقطعة بناء على الطريقة اللي احنا دريد نستخدمها. هذا spark gap circuit. عندنا الطريقة الثانية اللي هي بالأجهزة الحديثة، قلنا الأجهزة الحديثة شكلها يصير أصغر لأن تستعمل ترانسسترات، تستعمل فد شيء يسموه solid state circuit. مصطلح solid state، هذا المصطلح، مصطلح solid state يقصد انه الدائرة الجهاز هذا المعين او الدائرة الكهربائية المعينة ما بها اجزاء ميكانيكية، ما بها اجزاء تعتمد كهربائية مثل السبارك جاب وغيرها، لا بها اجزاء الكترونية فقط. فمثلا عندنا بحكي بس على مصطلح السوليد ستيت اوف الالكتروسيرجيكال يونت. كمصطلح سوليد ستيت عندنا بالهاردات مال الحاسبه، هارد الحاسبه اللي هو هارد ديسك درايف، سابقا بقرص يفتر ويقرا البيانات من عنده، حاليا اس اس دي سوليد ستيت ديسك درايف اللي هو عباره عن تشيب اي سي برام يخزن المعلومات. فذاك كانت بميكانيكيه حركه، هذا ما بي يسموه سوليد ستيت. اي دائره كهربائيه، اي جهاز كهربائي يتحول من الانالوج او الاجهزه القديمه اللي هي سبارك جاب فاكيوم تيوب شغلات ميكانيكيه، يتحول الى الكترونيه فقط يسموه سوليد ستيت. فهسه هنا الكترونيك سيركت يعني مال الكتروسيرجيكال يونت باستخدام السوليد ستيت اللي هي فقط عندنا يعني ترانسسترات. The electronic circuits، الدوائر الإلكترونية اللي تستخدم الآن بالإلكتروسيرجيكال يونت حاليا صغيرة بالحجم والوزن. السيركت اللي بالفيجر 8، طبعا فيجر 8 ما موجود للعلم لان هاي الملزمه ناسخيها من كتاب ومنسوخه بشكل مشوه يعني مو صحيح، متقطعه. فبعض الصور بعض الجمل مقطوعه، بعض الشروحات مقطوعه، فالصوره الفيجر ما موجوده. اذا نروح بالكت نشوف لا ما اكل فقر. ما اكل فقر.
نرجع لمحاضرتنا. أنا اللي أقول هاي الدائرة الكهربائية اللي موجودة بالفيجرايت، فيجرايت موجود، هي نوع من أنواع الأمبليفاير، تضخم من الإشارة مال الراديو فريكونسي الخارجة. The circuit is push pull parallel circuit. Push pull يعني push pull يعني ادفع اسحب، نفس الفكرة انه احنا دا نولد تيار متناوب، احنا دا نولد عن طريق نطي كهرباء ونسحب يعني نشغل الجهاز نطفي الجهاز، نشغل الدائرة نطفي الدائرة، حنولد push pull circuit. اكو بيها صفين من الترانسسترات، الترانسسترات صفين، كل صف بيتلف ترانسسترات، من ترانسستر 1 2 3 هذا الاول، ترانسستر 4 5 6 هذا الصف الثاني، كل ثلاث ترانسسترات each 3 transistors مربوطه بالتوازي parallel، بينما الصفين مربوطات بشكل push pull circuit. The transformers used in this circuit inform الى اخره. هذه ما راح نفتهمها اذا ما نلقى الفيجر، يعني راح تكون شويه صعبه عليكم اذا ما راح نشوف الفيجر، فراح نحاول ندور لكم على الفيجر وبعدها نشرح لكم عليه، لان دا يحكي هسه فيجر 8 وبعدها دا يحكي على فيجر 9، والفيجرات ذن اثنيناتهن ما موجوده عندنا بالملزمه، راح نشرحها بشكل سريع ويعني لا تحاولون، راح نشرح بشكل سريع بهذا الموضوع، وبعدها راح ابحث عن مصدر هاي الملزمه، القى لكم فيجر 8 القى لكم فيجر 9، اسوي لكم فيديو قصير عنه وانزله بالكلاس روم. نرجع. The radio frequency signal can be produced by oscillator. موجه الراديو فريكونسي نقدر نولدها اوسيليتر، لو اوسيليتر دوائر الاوسيليتر عاده، اما تكون كريستال اوسيليتر او دوائر امبليفاير، نحط بها امبليفاير وترتيب معين ويصير اوسيليتر، او ترانزستور ومقاومات ومتسعات ويصير عندنا أوسيليتر، أو محث ومتسعة ومقاومة ويصير عندنا أوسيليتر. هاي كلها المفروض ما أخذيها بالإلكترونيك، خدتوها لو بعدكم دوائر الأوسيليتر. بعدها دكتور لا يمكن بس بقى كم طالب قاعد من وراء هاي المحاضرة كلها نامت. نجي الأوسيليتر، طبعاً عدة أشكال لتوليد الأوسيليشن، لتوليد التردد. أصبحنا شو نسوي؟ أصبحنا نولد تردد واحد. الطريقة القديمة لا، إحنا كنا نحط سبارجاب يتناوب بها التيار بشكل عالي، هاي السبارجاب تولد لنا تيار بتردد عالي. الطريقة الحديثة لا، الطريقة الحديثة نولد تردد وبعدها نجيب تيار وندمجهن اثنيناتهم ونخرج على شكل تيار بتردد عالي. فمثلا عندنا هذه مذبذبة أوسيليتر كريستالة، كريستالة من الكوارتز مصنوعة بشكل معين، من نسلط عليها فرق جهد تهتز، تهتز بتردد معين، هذا التردد ناخذه نخرجه نربطه ويا تيار ويطلع لنا عندنا تيار بتردد عالي. عندنا هنا دائرة أوسيليتر ثانية تعتمد على أوب أم أوبريشن أمبليفاير مربوط ويا مقاومة ومقاومات متسعة ويخرج لنا فولتية بتردد معين. عندنا هنا أوسيليتر مذبذب أيضا بس متكون من ترانزستور ومقاومات ومتسعات ويخرج لنا تيار بتردد أكو طالب رفع إيده تردد عالي. لا دكتور الرابط هذا نزلت أكو في صورة متحركة على الترانزليتر. على الأوسيليتر؟ خلينا نشير هذا الرابط اللي دز.
الأوسيليتر هو أي شيء يهتز روحة وجاية. هذا الاهتزاز دي يولد لنا ذبذبة، هاي الذبذبة على شكل تردد. فهسه احنا نقدر نشوف انه البندول الأخضر والبندول الأحمر دي يهتزن دي يشكلن موجة، موجة متذبذبة، واضحة؟ نفس الفكرة كانت الكريستالة. الكريستالة كنا نحط عليها فرق جهد، هذا فرق الجهد يخليها تهتز، الاهتزاز هذا حيولد لنا تردد. شكرا مرتضى، صورة حلوة. عفوا دكتور. نرجع للمحاضرة. يعني شوفتكم يا لانه مو موجود بالفيجر يعني اللي يشرح لنا شكل الاوسيليتر المستخدم. ف الراديو فريكوانسي التردد، اشاره التردد العالي نولدها عن طريق اوسيليتر. بالاوسيليتر اللي هو فيجر 9 المو موجود، الترانزستور فورورد ديفيشن ستيت، هاي حاله من حالات عمل الترانزستور. هاي الدائرة oscillate the radio frequency according to the value of circuit's element. هاي الدائرة هذا التصميم اللي كان مال ترانزستور ومقاومات ومتسعات، تذبذبنا التيار بتردد يعتمد على قيمة المقاومات والمتسعات الموجودة بالدائرة الكهربائية. الترانزستور الثاني يعمل كcontrol switch حتى يتحكم انه بالترانزستور الأول. لما الترانزستور الثاني يعمل يربط الترانزستور، فكرته أخذته بالإلكترونيك لو بعدكم، حتى الآن دا أشرح أعتقد الترانزستور قبل لا أنتوا تفهموا إلكترونيا. بعدنا دكتور، بعدنا ما الله بعدنا ما ماخذي دكتور. هذا مخرج فقرة، مخرج فقرة. استمر بعد ثلاث أقطاب ماذا بعده؟ يعني أنا دا أشرح لكم عمل الترانزستور بحالات معينة وأنتوا ما ماخذين أصلاً الترانزستور شنو. دكتور هو بثلاث قاعدات، بالقاعدة والجامع وال اي صح صحيح. الترانزستور ذكرت الدكتور بالسادس، يعني هذا الترانزستور احد القطب الثنائي، قطب صناعة الترانزستور بأبسط حالاته بي ان بي يعني خلينا نشرح ايش نبدأ سريع عليه. الترانزستور بأبسط حالاته هو عبارة عن اون اوف سويتش، اون اوف سويتش نتحكم به عن طريق البيس. التيار عندنا يفوت بالكولكتر ويطلع من الاميتر او حسب الربط، بس الترانزستور يوقف مرور هذا التيار الا نعطي فولتية على البيس، يربط الترانزستور يصير لنا كدائرة كاملة ويمرر. فنقدر احنا نطفي ونشغل البيس راح نولد تيار متذبذب. نقدر نستعمله كريلي، نقدر نستعمله كمولد ذبذبة، نقدر نربطه بطرق متعددة نولد به أشكال مختلفة من الدوائر الكهربائية. كل طريقة لها استخدامها، لها دائرتها، بس هو يعني كأبسط كيس إله هو on off switch وتحكم به إلكترونيا. فسهنانة الترانزستور الثاني Q2 دي يشتغل لنا كon off switch، من يشتغل يعطينا يشغل لنا Q1، يعطينا تيار على البيس مال Q1، Q1 راح يعمل لنا ويذبذب لنا التيار. هذا الحكي كله ما راح يكون مفهوم بدون الفقر. هسه هذا الترانزستور الحاله الثانيه، قلنا الحاله الطريقه الاولى دائره السبارك جاب، الدائره الثانيه هي دائره الترانزستورات السوليد ستيت سيركت، الدائره الثالثه هي دائره الثايروترون. الثايروترون شويه اسمه تحس شلون جماعه الترانسفورمرز، بس الثايروترون هو فاكيوم تيوب لمبه اللي شرحناها السابق. هذا شكل الثالث،
هذا الثيرترون اللي هو اللمبة، هو نوع من أنواع اللمبات المليانة بغاز، يشتغل بهاي باور، يعمل كسويتش اون اوف، يشتغل كاركتفاير طبعا حسب الدائرة اللي نربطها به، يتحمل تيار أعلى من الفاكيوم تيوب الاعتيادي إلى آخره. فسعدنا ثلاث دوائر كهربائية لحد الآن يعني بالمحاضرة. الدائرة الأولى كانت السبارك جاب اللي هي نقطتين كهربائية ويمر بيناتهم تيار قوس كهربائي. الدائرة الثانية هي السوليد ستيت، هي طبعا الأحدث حاليا. الدائرة الثالثة اللي هي الفاكيوم تيوب اللي هو هذا يعمل عمل لترانسستر، يعمل عمل لترانسستر. فنرجع على الملزمة. شلون هالملزمة لحد الآن؟ ما تخلص دكتور، إذا تخلص ما تخلص. لا وشوية يعني هاي النهاية مزعجة لأنها مقتطعة وبدون الصور اللي تشرحها. كلش حلوة. منو هذا؟ 85. إذا عجبتك يعني نسوي محاضرة ثالثة من عندها. نرجع. الثيرترون كواغوليشن كارنت جنريتر، كواغوليشن تخثير، ثيرترون اللي هو الفاكيوم تيوب. هاي الدائرة تولد لنا تيار تخثير باستخدام اللمبات. دامبت كواغوليشن ويف فورم، موجة متقطعة التخثير نولدها عن طريق الفاكيوم تيوب اللي هو يعمل كتريجر سويتش. تريجر سويتش يعني اون اوف سويتش، نشغله ونطفي الكهربائيا. الثيرترون هو تيوب مليان بغاز معين، يعمل فاكيوم تيوب طبيعي بس يتحمل تيار اعلى وترددات اعلى. Anode and cathode, B anode, B cathode, both having high impedance until the voltage between the grid of the cathode exceed إلى آخره. الفاكيوم تيوب نفس الفقرة مع السبارقاب. السبارقاب كان بها هواء بداخلها، فالهواء يحتاج فولتية عالية حتى يتأين. لقوا أنه إذا سووا فاكيوم تيوب ويعتمدون نفس الفكرة ما راح يحتاجون هاي الفولتية العالية حتى يأينون الوسط. أو الثيرترون يحتوي على غاز معين، لقوا أنه أكو بعض الغازات تحتاج فولتيات أقل حتى تتأين وتشتغل لنا. فبنفس الفكرة أكو آنود وأكو كاثود، وسط غازي بيناتهم، رح نطبق عليهم فولتية يتأين الوسط هذا. أكو شيء اسمه threshold voltage، حد معين من عبره يتأين الهواء، جواه ما يتأين الهواء. فهنا دا يشرح أنه إذا عبرت الفولتية الثريشولد فولتج الغاز راح يتأين، يسوي لنا ممانعة قليلة بين الكاثود والأنود والتيار يمر بيناتهن. الثيرترون راح يشتغل كأون سويتش بهاي الحالة من يتأين الغاز. طبعا هنا هم أكو دائرة كهربائية بس صورتها ما موجودة، راح تعمل هاي الدائرة كالتالي. اولا لما الطاقة نطبقها على ال V1 اللي هو الصمام من الكاباسيتر C3، الكاباسيتر C3 تشحن وتفرغ، الكاباسيترات تشحن وتفرغ. الكاباسيتر راح تشحن وتفرغ بال L3، راح تصير لنا دائرة رنين وما بيناتهن ال V1. نفس فكرة السبارك اب، كانت عندنا محثة متسعة وسبارك اب، حاليا عندنا محثة متسعة وفاكيوم تيوب. A pulse generator circuit، دائرة تولد نبضات، نطبق هاي النبضات على الفاكيوم تيوب بتردد 25 كيلو هرتز، يعني 25 ألف مرة نطفي ونشغل الفاكيوم تيوب بالثانية الوحدة.
لما الامبليتيود اللي هي الفولتيه مال هاي النبضات تتجاوز حد معين ثريشولد معين اللي للفي 1 هذا الفي 1 راح يتأين السي 3 راح تنشحن عفوا راح تفرغ شحنتها لان هي شحنت بالبدايه راح تفرغ شحنتها بالال 1 الطاقه اللي ال 1 سي 3 compiled to the diode D1 acts as dumb the waveform الآخر هذا الشرح كله ما عجبني شو تقولون حلو هذا الشرح لا ما عجبنا ها طلاب شو رأيكم كيف المستوى شوف انت اللي عجبك دكتور انت يا مو شايف انا انتج بالملزم بالامتحان بعدها بعد ما شرحنا ثلاث دوائر من دوائر توليد التيار بالتردد العالي هنا انا دا يحكي شلون نختبر الالكتروسيرجيكال ماشين انا متاكد يعني هذا الحكي كله كلش قديم فأكو فيديو من المحاضرة السابقة اللي تشوفكم إياه شلون نختبر الإلكتروسيرجيكال يونت بشكل عملي يعني بالصيانة مو هاي الملاعب إلكتروسيرجيكال يونت أعتقد هذا الفيديو لا هذا الفيديو خلينا نشير وياكم هذا الفيديو اللي طريقة التستينج مال الإلكتروسيرجيكال يونت هسه طلاب الفيديو واضح طلاب الفيديو واضح ماكو فيديو استاذ نعم دكتور واضح 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 استاذ اكو طالب ما يبين يم الفيديو بلي طلع هسه جيد هذا الالكتروسيرجيكال يونت هذا جهاز الالكتروسيرجيكال يونت احنا عندنا الاون اوف سويتش نزيد الباور نقص الباور عندنا هنا مخرج كاتينج هنا كواغوليشن هنا مخرج للبايبولار هنا عندنا البيشنت الكترود نربطه هنا هنا شوية مدى شوف الصورة مو واضحة هنا مونوبولار هنا بايبولار وهذا مدى اقدر اشوفه شنو هذا طبعا اون اوف سويتش هذا يسموه ESU الكترود سيرجيكال يونت هذا الجو يسموه ESA Electrosurgical Analyzer طبعا من ماركة جدا معروفة بمجال الأجهزة الطبية بمجال اختبارات الأجهزة الطبية ماركة فلوك أعتقد ألمانية شركة ألمانية مال أجهزة قياس عندهم أوفوميترات وعندهم أجهزة specialized حتى تفحص لك Electrosurgical Unit أو أي جهاز ثاني فهذا الجهاز اللي هو الانالايزر هذا راح نربطه بالالكتروسيرجيكال يونت ونطي اعتقد هذا مال فوت سويتش ونطي طاقه من هذا الجهاز الى الالكتروسيرجيكال يونت عبر ذن المنافذ وراح نشوف من نطي 100 ايش قد راح يطينا من نطي مثلا 80 بالكواغوليشن ايش قد راح يقرا هنا ونشوف البايبولار شغال المونوبولار شغال البيشنت الكترود الفوت سويتش الوايرات كلها شغالة او لا
هاي الطريقه هي طريقه التيست مال الكتروسيرجيكال يونت. اكو طرق بدائيه شويه نستعملها بالصيانه، بس هاي الطريقه الصحيحه، يعني هاي الطريقه الامثل باختبارات الالكتروسيرجيكال يونت تيستينج بدل الملزمه اللي راح تشرح لنا ما ادري شنو. A ESU electrosurgical unit to a ESA, a electrosurgical analyzer, in order to perform any testing. The hardest part of testing an ESU to an ESA is actually making all of the connections. The actual ESA itself has a menu that's pretty straightforward, pretty easy to use. So let's start connecting. I'm going to use some cords that are. راح يبدي بس مجرد انه يشد الوايرات. And again, I will plug that into the port. هاي طبعا بالمونوبولر انت عندك قطع وتخثير، فالقطع اصفر شد، الكواجوليشن شد ازرق، بس هاي كلها بالمونوبولر. Last connection here is going to be red. That's my hot electrode and I'm going to connect that to the variable high. There's one more connection to the variable high. An electrode because like that there. On the electrosurgical analyzer we connect the return electrode to the CQ import. هذا الريتيرن الكترود. See, on the back of my ESU I have a foot switch that's connected. This foot switch, I'm not actually going to be pressing the pedals when I do the testing. The foot switch automatically engages the ESA, excuse me, the ESU when I go and start the test. The foot switch will يشتغل automatically. There are a couple different options on the ESA. We're going to go ahead. احنا فلوك بايوميديكال اللي هي شركة الكتروسيرجري انالايزر راح يبدي do the generator output test. Generator output test اللي هو يشوف ال ESU ايش قد يولد ايش قد يخرج. When the generator output test shows up, you have a couple different options. You have load and delay. Fluke recommends that you use 200 ohms for a load when doing this testing. And they recommend that the delay is 1 second. راح يستعمل اللي الطاقة اللود المطلوب من فلوك أو الريكومندد يعني. You can do a cut or a coag depending on what type of test you want. Single continuous test, and last you can save your data on the right. طبعا يخزن البيانات مال التيست. All the information that we want is going to be on the right. So in watts, we're going to get current, peak voltage, and we're going to angle. We are set for cut. That's going to be good. Let's go ahead and start this. Before I start, know that my ESU is actually set to 100 on the cut side. So let's see what wattage we get with 200 ohms. 86.2 watts. If I wanted to measure the coag side, just select coag here. I can start single again. My coag was set to 80 on the ESU, and you can see I have the wattage of 66.8 for power. Our current's at 578. Peak-to-peak voltage at 747. هنا سيت الكاتينج على 100 واط والكواجوليشن على 80 واط. بالكاتينج طلع على 86 واط اوتبوت، بس اللود عنده 200 اوم. بالكواجوليشن 66.8 واط. التيار كلش قليل 500 ملي امبير، يعني 0.5 امبير. الفولتج بيك تو بيك 747 فولت. And a crest factor of 3.2. So this is one way to connect the two devices together. هاي طريقة من طرق ربطه، طرق ثانية للربط. Using the electrode into the. هذا الالكترود نفسه جابه وشد على. I'm gonna take the other end and I'm gonna connect it to any port, cut or coag, depending on what test we're doing. Jack there. Create button. نا راح يختبر هم ايضا عن طريق As you see, the numbers came up, 3 milliamps. And there's our information display. The itself is pretty straightforward. الى اخره. هذا كان الفيديو مال التيست، يعني اي طريقه ثانيه مذكوره بغير اماكن شويه هي طريقه بدائيه باختبار الالكتروسيرجيكال يونت حتى نعرف ايش قد يخرج باور. نقدر نختبر مثلا عن طريق اوسيلوسكوب، نقدر نشوف ايش قد التردد اللي دا يخرجه وهل هو التردد نفسه، نشوف الفولتيج قد تطلع الى اخره، بس ما راح نقدر نشوف ايش قد الطاقه من اللي دا يولدها من عندنا لود، لان احنا غالبا نختبر بالاوبن سيركت ما عندنا لود، من نحط لود اللي هو الجسم البشري ايش قد راح
توصل الطاقة إلى جسم الإنسان. هذا كان فيديو من يعني شانل على اليوتيوب كلش حلو ولطيف، Engineering Technology for Healthcare، اللي يحب يباوعها أو يتفرج على فيديوهاتها. عندك فلوك بايوميديكال أيضا تشرح لك شلون تختبر الأجهزة مع الأجهزة الطبية، أيضا أجهزتها الخاصة لفلوك، مثلا هنا دي يختبر البايبولر باور أوتبوت إلى آخره. لهنا أنا راح أتوقف بهاي المحاضرة، راح أحاول ألقى لكم المصادر اللي جت من عندها ذن الصور، الفيجر 9 والفيجر 8 وإلى آخره. وإذا صار لنا مجال نسوي لكم فيديو سريع عن فيجر 9 وفيجر 8 وشرحهن وأهميتهن. لهنا أعتقد نوقف المحاضرة، راح أوقف الريكورد.